في حدوتة، وهذه الحدوتة شديدة الأهمية، وهي متعلقة بالهرم الثالث من كاورع، أو هرم من قرع كيفما اصطلحنا أو تعودنا على نطقه بالطريقة دي. القصة متعلقة بأنه مداميك البازلت أو الجرانيت بدأت تتركب حول قاعدة الهرم من الأسفل، وتساءل الناس يا ترى هل ترى هو مش ده تغيير في شكل الهرم؟ فكان هناك بعض الردود انه لا، من بعض المتخصصين ايضا، لا يا جماعه ده مش تغيير، ده الشكل الاصلي بتاع الهرم. طب انتوا جبتوا هذه المداميك منين؟ فكانت الردود ايضا من بعض المتخصصين، انا بلم لك القصه يعني، من بعض المتخصصين ايضا ان هذه المداميك كانت موجوده، وكانت اصلا هي دي اللي متجلد بيها الهرم، يعني بالبلدي كده هي دي اللي كانت معمول بيها الكلادنج بتاع الهرم في تصميمه الاصلي وفي بنائه الاصلي من الاف السنين. اما انه اللي حصل من حوالي 900 ل 1000 سنه انه لسبب او لاخر سقطت هذه المداميك قبالة الهرم، ومع عوامل الجو والتراب والعواصف الى اخره، يعني تراكمت فوقها الرمال والاتربه. وإن اللي بنعمله دلوقتي أو اللي بتعمله وزارة أو هيئة الآثار دلوقتي إنه بيتم رفع هذه الرمال عن هذه الكتل الضخمة، ويتم رفعها مرة تانية علشان تركب في مكانها كما كانت عليه سابقا من آلاف السنين. البعض قال لأ، ما هو دي برضو تكلفة عالية جدا، ومصر دلوقتي مش بصدد انها تدفع مثل هذه التكاليف، لدينا امور اخرى نستطيع فيها ان احنا نضع فيها الاموال. ده ناس بتقول كده، في ناس تانية بتقول لا يا جماعة، ما هو وارد، انا بقول لك على الكلام، ما هو وارد انه دي تبقى منح مقدمة من بعض الدول او هيئات او المؤسسات المانحة بغرض إعادة هذه المداميك إلى أماكنها، وأن هذه المنح بتبقى دايما موجهة في وجه صرف محدد، يعني مش مثلا تيجي دولة ما أو هيئة ما تقول لك والله خد المبلغ ده فأنت بقى تتصرف فيه على مزاجك، بتقول لك خد المبلغ ده علشان ترفع المداميك دي وتحطها مكانها، هتاخد المبلغ ده علشان تعيد ترميم المعبد الفلاني، هتاخد المبلغ ده علشان تعمل كذا. طيب، وصلنا إلى أنه وزير السياحة والأثار أصدر قرار وزاري بتشكيل لجنة علمية لمشروع أو لمراجعة مشروع الترميم المعماري لهرم من قرع، هرم من كاورع. التفاصيل إيه؟ وإيه القصة؟ معنا على التليفون أستاذ أحمد عبيد، مساعد الوزير للديوان والوكيل الدائم للوزارة. أهلا بيك يا أحمد بيه. اهلا بحضرتك يا يوسف بيه، واهلا بالساده المشاهدين. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ ازاي حضرتك؟ كله تمام والله يا فندم، نشكر ربنا. ارجوك فالتقطوا الشك بيقين. حاضر. مبدئيا اسمح لي اقول لحضرتك ان هي بعض المعلومات اللي سيادتك قلتها دقيقه وصحيحه جدا. اللي قيل انه الاحجار الموجوده دلوقتي، الجزء الموجود او عدد المداميك اللي موجود دلوقتي على جسم الهرم، هي دي الكسوه الاصليه المتبقيه، السبع بلوكات اللي باقيين دي في مكانها ده من ساعة إنشاء الهرم أيام الملك من كاورع. لم يمسسها شيء ولم تسقط. جميل. ولم يتم وضع أي حجر من أي نوع ولا عمل أي تغيير على شكل الهرم اللي زي ما حضرتك بتقول كده من آلاف السنين. حلو. طيب، دي كده أول نقطة. طيب، النقطة الثانية، الهرم وهو بيبنى كان الملك بيعمل له كساء خارجي، الملك من كاورع. الكساء الخارجي ده في حياة الملك وصل لحوالي 16 مدماك بارتفاع في حدود 20 متر، يعني تلت الهرم تقريبا، تلت ارتفاع الهرم تقريبا. أوكي. والملك توفى ولم يكمل، ولم يكمل أحد من أبنائه بعد كده الكساء الخارجي للهرم لأسباب يعني لا نعلمها. المهم، النقطة المهمة، أن لم يتم كسوة الهرم بالكامل وتوقف عن 16 مدماك. في خلال على مدار مئات السنين سقط عدد من هذه المداميك، ولم يتبقى الا الست او السبع بلوكات او مداميك الموجودين حاليا اللي هم الاصليين اللي معمولين من الجرانيت زي ما حضرتك قلت. وبقيه البلوكات اللي سقطت حوالين الهرم منذ مئات السنين او ألف سنه او اكثر او اقل، وموجوده في مكانها منذ سقوطها لاسباب اخرى او لاسباب متعلقة ربما زلازل، عوامل تعرية على مدار السنين، حالتها ما كانتش في أحسن حال لأسباب أخرى مش هي طبعا موضوعنا. لكن البلوكات اللي راكبة زي ما بقول لسيادتك وبأكد، دي البلوكات الأصلية ولم يمسس الهرم أحد بأي تجديد أو تعديل، والبلوكات الأخرى سقطت في حوالين الأربع أضلاع بتوع الهرم. حلو.
دلوقتي بقى العمليه اللي بتتم ايه؟ انه بيتم رفع هذه البلوكات او المداميك التي سقطت واعادتها الى مكانها الاصلي؟ هقول لسيادتك، هي البدايه بدات ببعثه يابانيه مصريه مشتركه، حضرتك عارف ان مصر فيها حوالي 240 بعثه اجنبيه ومصريه شغالين. صحيح. البعثات الاجنبيه دي ليها اجراءات دقيقه جدا ومقننه طبقا لقانون حمايه الاثار لسنه 1983 وتعديلاته. البعثات بتتقدم بمشروع، بتجيب تمويله الكامل، بتاخد الموافقات الخاصه باللجان العلميه المختصه بالمجلس الاعلى للاثار طبقا للقانون، وهي اللجنه الدائمه للاثار، وبعد كده بتاخد الموافقات الامنيه. البعثه المصريه اليابانيه دي التمويل بالكامل ياباني من الجانب الياباني وهو موجه، والبعثه دي بالمناسبه اوريدي شغاله في منطقه الهرم بقالها سنين طويله، ورئيسها واحد من اشهر علماء الاثار الدكتور ساكوجي يوشيمورا من جامعه واسيدا اليابانيه. وده احد علماء الاثار المشهورين، هو رئيس البعثه. البعثه وجهت عايزه توسع نطاق بحثها، فقررت ان هي تعرض على المجلس الاعلى للاثار ان هي تبحث في الحجاره الواقعه حوالين الهرم. وبالمناسبه برضو ده حلم قديم جدا لعدد من الاثريين ان هم يعني يبحثوا ويعملوا رسم معماري للهرم ويعملوا خريطه مساحيه للهرم، الهرم من كورع، لان هو الهرم الوحيد تقريبا اللي لم يصل الى الابعاد الكامله ليه وقاعدته. ليه؟ لوجود الرديم والاحجار المتناثره حوله منذ مئات السنين. وكان من احد يعني اللي كانوا مهتمين جدا بمثل هذا المشروع كان الدكتور زاهي حواس، رئيس اللجنه اللي حضرتك اشرت ليها، وطبعا وزير الاثار الاسبق وعالم الاثار الشهير، ولكن كان دايما بيبقى الاصطدام بقله التمويل وعدم وجود المعدات اللازمه. البعثه اليابانيه اللي خدت موافقه اللجنه الدائمه دي كانت تعمل اجراء حفائر بموقع المسح الاثري بالمقابر الغربيه بالهرم، الصفحه الغربيه اللي هي ناحيه هرم من كورع، للكشف عما اظهرته اجهزه المسح بالموقع. والحفائر طبعا بالاشتراك وتحت اشراف المجلس الاعلى للاثار زيها زي اي بعثه اجنبيه شغاله في مصر، ما حدش بيشتغل بدون اشراف المتخصصين بالمجلس الاعلى للاثار. يعني استقبال الراي العام او اللغط اللي حصل حوالين ان الحجاره اللي ظهرت في الخلفيه بتاعت فيديو السيد الدكتور مصطفى وزير الامين العام عملت لغط عند بعض الناس، والناس بعض الناس استقبلوها ان ده تجليد للهرم وان دي حجاره جديده، وانا نفيت لحضرتك ده نفيا قاطعا. صحيح. فبالتالي يعني احتراما طبعا للراي العام وتقديرا للراي العام وحرصا على توضيح الحقائق ووضع الامور في نصابها، معالي الوزير قرر تشكيل هذه اللجنه العليا جدا بالمناسبه. ليه؟ ان هي تختص بمراجعه المشروع من حيث الاساس اللي هو المشروع المشترك للترميم المعماري ده للهرم، واعداد تقرير علمي عن المشروع قبل البدء في تنفيذ اي حاجه سواء بالهرم او بالمحيط حول الهرم. جميل جدا، يبقى احنا هنا عندنا نقطتين اصبحوا واضحين. الاولى هي انه احنا مش مقطعين حجاره من الجبل وجايين نجلد بيها الهرم، ده دي الحجاره الاصليه، الهدف كان اعادتها لمكانها تاني على جسم الهرم من الخارج. بعد اعداد دراسات تاخد على الاقل سنه، وليزر سكان وفوتوغرامتري واعداد دراسات كافيه على الاقل سنه للتاكد من ان الاحجار دي فعلا هي اللي كانت موجوده على الهرم في مكانها، وامكانيه ان هي ترجع من عدمه واذا كانت صالحه ولا لا. لكن كلها باكد لحضرتك تاني، الحجاره اللي موجوده على الهرم من ناحيه سته او سبع بلوكات دول دي الحجاره الاصليه اللي موجوده من ايام الهرم من ايام الملك من كورع، والحجاره بالرديم اللي حوالين اضلاع الهرم المختلفه دي الحجاره الاصليه الجرانيت اللي واقع من جسم الهرم نفسه. والحاجه الثانيه انه تمويل هذه العمليه جاي من اليابان. طبعا بعثه، اي بعثه اجنبيه يوسف بتشتغل في مصر التمويل من الجانب الممول للبعثه، وطبعا زي ما حضرتك برضو عارف ان كل البعثات اللي بتشتغل في مصر بتبقى لابد ان تكون تابعه لاحد الجامعات او المعاهد العلميه طبعاً. المتخصصه، مش اي حد يقدم يعني. صحيح. مقترح للدراسه في اثار مصر اللي طبعا يعني غني عن البيان اهميتها وحرص المجلس على الاثار ووزاره السياحه والاثار ومصر عامه حفاظا للحفاظ عليها كتراث مصري وتراث انساني ملك البشريه كلها. صحيح. فالبعثة بعثة علمية متخصصة وهتقوم زي ما بقول لحضرتك بأعمال مسح في المنطقة المحيطة بالهرم، وده لن يتم برضه حتى في ضوء اللجنة الجديدة دي إلا بعد اللجنة العليا دي اللي هي بتضم كبار أو عدد من كبار علماء الآثار المصريين والأجانب بإعداد الدراسة وجدوى المشروع وإذا كان يعني يتم استكماله من عدمه. فما سوف تنتهي إليه اللجنة ده اللي هيحصل.
اللجنه يا فندم لما تخلص اعمالها بعد ما المجلس الاعلى للاثار هيتولى توفير البيانات والمستندات اللازمه للجنه، هترفع تقرير علمي للعرض على السيد الوزير ولاعتماده، وهي اللجنه هتوصي باستكمال المشروع ومدى جدواه من عدم. صحيح. انا بشكرك جدا 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 احمد بيه، كل الشكر للاستاذ احمد عبيد مساعد الوزير للديوان والوكيل الدائم لوزاره السياحه والاثار.